السلام عليكم، اهلا فيكم في لوك جديد. اليوم خلاص مشيتنا نرجع بوزمان، فبنسوي تشيك اوت، وانا قلت اخذ برا في الفندق في اللوبي الحين. انا ما توقعتها كذا والله، حلو اللوبي حلو، بس في كذا مطعم. هذا هنا مطعم، وهنا الجلسات، كل هذه جلسات هنا. هنا زي المدرج، وهنا برضه جلسات شكل ثاني. هنا مطعم، وهنا مطعم، وهنا مطعم، وخلص اللوبي خلص. مبسوط، هو جو مرة شو مبسوط. تعرف ليه؟ ليه؟ لأن تعدلت خلاص، ما يلمني خواجة بالله. اسمع، ضيع مفتاح السيارة. مفتاح السيارة ضيعتوه. لا تقول ضيعتوه، ضيع. أنت مضيع مفتاح السيارة ذيك المرة يوم رحنا الرافتنج. ما عليه النت هون، لكن هنا أي. طف. لا لقيت. لقيته؟ حسيتك طالع من النادي كذا في الشنطة. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ الله. شو الأخبار؟ ما أسرع الخير، ما بعد نروح بقى العربية. كل شيء بشيله، حتى هذا كم سعره؟ حطوه هنا. هي اعطاكم 2000 خلاص. هي 2000. اوه، في كباب وحطات والعب لي يا عيال. قاعد افكر اني اخذ كباب وسمبوسه، بس ايش افكر ايش؟ الخط 6 ساعات، هل حتنخرب؟ يعطيك فلين هون ونحط ثلج فيها. بطل هذه والله. يلا عبد الله، وانت؟ انا ايش؟ عربيه خذها. انا بايك شغل والله. بس ما تاخذ عربيه من ولا تقمه ولا اي حاجه. جالس في رمضان انت هنا؟ ان شاء الله. زي ما الشباب يشترون يطبخون، انا اشتري ليش؟ فكر يعني، انا لا اطبخ ولا شيء، ليش اشتري؟ صح، فهموها يعني ان ترى ياكل عندكم. انا بشتري لي سمبوسه وكباب وكفته وما عدا قاطع وخلاص. تم. سوى. انتشتر وبعدين نشوف من القاطع. انا اسحب عليك، ما عليك. كل ذلك؟ هذا؟ ايه. الشباب هناك وكذا. الله، شكلهم يشترون البقالة كلها. باقي شيء بالبقالة؟ عندي هات. أهم شيء الشاي، ها؟ بس هذا اللي بتشتريه. عشان بعد الأكل أسوي لهم شاي. بس والله العظيم والله تكفي. ليش اخذت الفيم 2 ثاني؟ ها؟ ليش؟ لا لا لا، احبه، اشتريته احبه. ايوه علي، سمعت شو يقول؟ الفيم 2 اللي شراه؟ ليه؟ يقول عناد عصام اخذ واحد، انا اخذ واحد. لا سيب العناد. جبنا كرتون، قال لي انت تاخذ نص وانا اخذ نص. عندك ذا كله، تاخذ من النص حقي. توفيق. هذا هو موجود. توفيق بس ما يعرف. ما يعرف صح. 6 حبات لو 6 حبات لك. لا أنا ما بس 6 حبات، أبغى 12. عنده 2000 توه نازل. ذا. مكرمة من الملك جاي هنا. في بارد هنا. في بارد. كيف؟ بدلته، فتحت هذا وبدلته من الثلاجة. ما شاء الله. سعره غير البارد. يحسبون على الكهرباء هنا. البارد يكون أحسن. تشرب الحار. عندي. روح البقال يوم ناخذ شو اسمه في اللي مثل ايه. ما عنده، ما راح مالكنا خلاص. تبون يخترب يخترب. وينه فين نتغدى؟ الهندي. لا. بس ما بحار. لا لا والله ما بحار. لا 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 والله اني لاخذ لي مشي لي هنا خبز وجبنه. لا يا جماعه، اخر مره هندي والله ادنها. هندي ما بحار، ما ناخذ ولا حار ولا شيء والله. اخر يوم، اخر مره بنمشي. الهندي اللي امس. لا غيره، تبون غيره عادي. اي غيره عادي. اللي امس والله ما ناخذ حار ولا شيء. ايش انت تعبدون؟ ما جاتنا من عوامل السمبوسه. من السمبوسه عوامل التعريه. ما شريت فلين خليفه؟ ما لقيت والله. ما يكفي ذا. ما يكفي، مستحيل. مشكلة نجيب واحد ثاني ما بيدخل السيارة. نحطه قدام. اي نحطه. احنا واحد ورا. البارد نحطه يمي اصلا، اذا حطينا بهذا مو زين. كبير خليفة يركب قدام. كبير لا لا لا، كبير مرة ما نبي. شو
الحين نشتري كبير ونقدر نشيل من الشباب نحط عندنا ونحطهم عند الشباب او كذا. الحين انا وخليفه ندخل باب ونشوف شو السالفه وبعدين نرجع. طيب يلا ترى اللي عندنا كله حق عرب مش طلع ذهب. لا مو تبيع امريكان ابيع سعودي يمن ومارت نروح نبسط نبسط في الفاميلي هاوسنج شحالات هناك كله والله صح هناك على كم نبيعهم اي شيء والله والله هذه يبقى ب 30 صراحه مخه تجاري بسم الله عليه بس ما عنده فلوس لا تكلم الحضارم تعلمت شويه ايش رايك في المنظر يا عبد الله الشلالات كذا في الاكل حلوه بس نفسيه لا الشلال المنظر زعتر لا اكل زعتر نعناع مع الزبده زعتر يا زعتر شم عارف ايه كيف كانت الرحله يا شباب المتوجهين راجعين بوزمان ممتازه كيف عبد الله والله في اشياء زعجتك خوش في اشياء زعجتك جزاكم الله خير امي يعني ها بس بيني وبينك ها بعض الشباب كذا يرفعون ضغط شوي انت شوي انا واجد مو بشوي وعبود بعض المرات بل احيانا عبود يضبط السرير كله ينام بالعرض عبد الله شلون نومه زي كذا يا الربع والله ما احس بنفسي وانا نايم ما احس بنفسي انا اتقلب الف انت وانت نايم لا تتمقط قصدي نايم ما يتمقط ارتاح زياده يا المهم الحين متوجهين راجعين بوزمان ان شاء الله الطريق يبي لنا الحين تقريبا 6 ساعات يعني ها 12 في الليل تقريبا بوزمان نوصل ان شاء الله يعتبر وصلنا مونتانا ليه؟ قل لي ليه؟ تنزل المطر خلاص جه المطر يعني مونتانا ها؟ عم تمطر مترشرش شنو؟ اقول لك سلام يستحي عبد الله شو اجي شنو؟ هذا احسن في امريكا شفت ايش يسوي شفت حركاته يبي يروعني شفت شلون علمهم بس على حركاتك لا اتوقع خلاص كذا راح ننهي الفلوق لان باقي ساعتين على بيوت راح ننزل بيوت بنتقهوى شويه مع احمد الرويس بعدها محركين الى بوزمان تبعد بوزمان عن بيوت بالكثير ساعه ونص يعني فاتوقع انه الفلوق الحين احسن فنهايه المقطع شكرا كل غناء ونشر المقطع وعمل لك المقطع وانتظرني في الفلوق بكره والسلام عليكم